السلام عليكم. ما زال لبنان يعيش على وقع آثار انفجار بيروت الكارثي. استقالة حكومة وتظاهرات غاضبة ومطالبات بعودة الانتداب الفرنسي وتدافع دولي مفاجئ لدعم بيروت. ويحف هذا المشهد كله طبقة سياسية مهيمنة يرى اللبنانيون أن كل مساوئ الدنيا اجتمعت فيها وأن لا حل في وجودها. هل ستكون غضبة الشارع اللبناني هذه المرة إيذاناً بتغيير وجه لبنان السياسي ومن ورائه قل ما شئت؟ أم أن الطبقة السياسية الحاكمة ستتمكن من امتصاص الغضب عبر تشكيلة حكومية جديدة كما فعلت مع حكومة حسان دياب التي يرى مراقبون لبنانيون أن ملابسات اختيار رئيسها وطريقة تشكيلها كانت التفافاً ماكراً على تظاهرات 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي؟ وفي البعد الدولي، ماذا حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معه في زيارته إلى بيروت عقب الانفجار؟ وماذا وراء مطالب إعادة الانتداب؟ هل هي يأس شعبي أم أصوات نكاية سياسية؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب تطل على التطورات المهمة والمتسارعة التي يشهدها لبنان منذ انفجار بيروت الكارثي قبل 10 أيام. بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والذي خلف الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد، تجددت التظاهرات اللبنانية مطالبة برحيل مجلس النواب ورئيس الجمهورية ميشيل عون، وذلك بعد أن قدمت حكومة حسان دياب استقالتها رسميا. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات رفع الأنقاض التي خلفها انفجار مرفأ بيروت، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لتحديد المسؤولين عن الانفجار. كان بضمنها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق شفاف بشأن الانفجار وأسبابه والجهات والأفراد التي تقف وراءه. إلا أن رئيس الجمهورية ميشيل عون اعتبر أن التحقيق الدولي بالانفجار هو مضيعة للوقت، لترد عليه منظمة هيومن رايتس ووتش عبر حسابها على تويتر متسائلة: ماذا فعلت السلطات اللبنانية لتثبت لشعبها أنها أهل للثقة؟ وأين إنجازات القضاء مثلا في الكشف عن الفساد الرسمي المتفشي منذ عقود؟ مديرية أمن الدولة أعلنت أنها أبلغت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن المواد الخطرة الموجودة في مرفأ بيروت قبل انفجارها بأسابيع، وذلك بحسب مصادر صحفية لبنانية. بينما اختصر الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني صبح الطفيلي الطريق على الجميع ليعلن أن حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله مسؤولان عن تفجير مرفأ بيروت، ويجب أن يحاكم نصر الله على ذلك ومن ورائه المرشد الإيراني علي خامنئي، مضيفا أن سلاح حزب الله دمر العراق وسوريا ولبنان لحساب نظام طهران. هذا السلاح دمر سوريا، هذا السلاح دمر العراق، هذا السلاح دمر اليمن، هذا السلاح دمر لبنان، هذا السلاح فجر بيروت. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار موقع الانفجار هدد بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية، وأمهل القوى السياسية اللبنانية 3 أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد. ورغم التعاطف العالمي مع لبنان وإعلان الكثير من المؤسسات الدولية عن مساعدات مالية وطبية وإغاثية، إلا أن المساعدات المالية المباشرة غابت تماما بسبب المخاوف من ابتلاع شبكات الفساد لها. وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي ماكرون وفقا لوكالة رويترز من أن الدعم الذي ستقدمه باريس لن يذهب إلى ما وصفها بالأيدي الفاسدة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش المحلل السياسي، وعبر سكايب من بيروت الأستاذ وائل نجم الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. من بيروت أبدأ معك، أحد أبرز الأحداث في بعد انفجار بيروت الآن في هذه الأيام هي استقالة الحكومة وما قيل حول هذه الاستقالة وملابساتها. هل يمكن الربط بين استقالة حكومة حسان دياب وبين مسار التحقيق في الكشف عن ملابسات انفجار بيروت قبل 10 أيام؟ تحية لك أولا وللصديق العزيز الأستاذ محمود ولمتابعي ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. لا شك طبعا، أولا حكومة الرئيس حسان دياب تشكلت كما ورد في تقريركم بعد انتفاضة الشعب اللبناني في 17 من تشرين الأول من العام 2019،
وهذه الحكومة تشكلت على أساس أنها حكومة لمواجهة التحديات، وأنها حكومة مستقلة وحيادية، ولا سلطة للقوى السياسية أو تأثير أو هيمنة للقوى السياسية اللبنانية عليها، وأنها حكومة تتمتع بالكفاءات أو أنها حكومة تكنوقراط كما قيل. إلا أن هذه الحكومة مع مضي الأيام للأسف الشديد أثبتت عكس ذلك تماما، أثبتت أن هيمنة قوى سياسية كبيرة وواسعة فيها، وللقوى السياسية الأساسية تمثيل وحضور أساسي فيها. أثبتت أيضا عجزها وفشلها عن مواجهة التحديات الأساسية، لا سيما التحدي الاقتصادي، وأثبتت أيضا فشلها في الإيفاء بالعهود التي قطعتها أمام الرأي العام اللبناني لناحية خاصة الانتفاضة الشعبية، لناحية إجراء إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو قانونية ودستورية تخرج لبنان من عنق الزجاجة. ولذلك أعطاها الشعب اللبناني 100 يوم حتى تثبت كل ذلك وفشلت. ومن هنا كان هناك تحركات قبل الانفجار الأخير في مرفأ بيروت، الانفجار الكارثي طبعا، وكانت المطالبات بدأت تعود بزخم لطرح إقالة هذه الحكومة، إقالة الطبقة السياسية برمتها بشكل عام. ثم جاء الانفجار الكارثي الذي شكل، إذا شئت أن تقول، القشة التي قسمت ظهر البعير في هذا الموضوع. وكان لابد من القوى السياسية التي تشكل وتقف خلف هذه الحكومة، كان لابد أن تقدم كبشة فداء أو أن تضحي بأحد من هذا هول الدمار الذي لحق ببيروت وبأهلها، فكان لابد من ذلك، فجاءت التضحية بحكومة الرئيس حسان دياب. طيب سيد محمود، يعني كان لافتا في ورقة الاستقالة التي قدمها حسان دياب إلى ميشيل عون تركيزه على صيغة هم وقفوا في طريق الإصلاحات، وهم الذين يجب أن يلاموا، وهم الذين تسببوا بانفجار مرفأ بيروت. أريد أن أسألك عن ما الذي أراد أن يقوله ولم يستطع ولم يتمكن من قوله في هذه الورقة. بداية تحية لك، تحية لصديقنا العزيز الأستاذ وائل نجم، تحية أيضا لمشاهديك المحترمين. يعني من جاء بالرئيس حسان دياب إلى السلطة هم جزء من طبقة سياسية، خرج الرئيس حسان دياب في بيان الاستقالة واتهمهم بأنهم يعني عصيون على الإصلاح، وقال أن الدولة وصل إلى قناعة بعد 6 أشهر من الحكم بأنه على قناعة لا يمكن الإصلاح في هذه الدولة. هذا في جانب أمر صحيح، يعني لا يمكن نكران ما تفضل به الرئيس حسان دياب، لكن ما لم يقوله الرئيس حسان دياب أنه جاء بغطاء سياسي وبدعم سياسي من جزء من النخبة السياسية التي هي مسؤولة عن حزب الله وحركة تحديدا حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وأحزاب سياسية محسوبة على حزب الله. وبالتالي الحديث عن أن الرئيس حسان دياب عجز في الإصلاح وبالتالي لجأ إلى الاستقالة، أنا أعتقد هذا الأمر غير دقيق. هناك جملة معطيات دفعت بالرئيس حسان دياب إلى الاستقالة، منها ما تفضل به الأستاذ وائل، وهو موضوع صحيح، موضوع أن حسان دياب كان كبش فداء لما حصل في انفجار بيروت، وأنا أعتقد بأن الرئيس حسان دياب كان كبش فداء لأداء السلطة خلال 6 أشهر. علينا أن نذكر الرأي العام اللبناني وأيضا العربي بأن خيار الرئيس حسان دياب حتى لم يكن خيار مقنع لحزب الله والتيار الوطني الحر، والتيار حزب الله والتيار الوطني الحر لجأ للرئيس خيار الرئيس حسان دياب لأنه عجز في إقناع الرئيس عبد الحريري قبل 6 أشهر بالعودة إلى رئاسة الحكومة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه حتى ثمة مقاربة أخرى في تفسير الإتيان بحسان دياب سيد محمود، وهي أنه حسان دياب رجل طموح لكنه ليس مؤهلا، أتي به حتى يمرر بعض المسائل فيأتي سعد حريري يراها وقد مررت. هل هذا صحيح هذه يعني المقالة؟ أنا أعتقد يعني هذا لأنه جزء من ضوء التفكير الفاسد. أنا أعتقد خلال 6 أشهر وجود شخص مثل حسان دياب في السلطة كان مصلحة لحزب الله في جانب، ومصلحة أيضا للرئيس سعد الحريري في جانب. أنا أعتقد من أصعب المراحل التي مرت على لبنان وتعتبر في المفهوم السياسي أو بالمعنى السياسي هي مرحلة حرق
لأي شخصية يمكن أن تتولى منصب رئاسة الحكومة في هذه الفترة كان الرئيس حسن دياب. الرئيس حسن دياب لا أعتقد أنه لديه طموح سياسي لأن يستمر لفترة أطول في السلطة. عموما الآن الرئيس حسن دياب أصبح جزء من الماضي السياسي. دعنا نتحدث عن الحاضر. ويمكن أن هذا الجزء من الماضي مهم جدا حتى نعرف الحاضر. حينما قال هم 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 إلى آخره، ماذا أراد أن يقول بالتحديد؟ يعني نحن لا نعرف إذا كان الرئيس حسان دياب يتحدث عن أشباح تدير الدولة، من يدير الدولة خلال 30 سنة من 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 حكم لبنان. هناك نخبة سياسية موجودة معروفة تدير الدولة بإقطاع سياسي وطائفي، وهي مسؤولة عن انهيار البلد ووصول البلد إلى هذه الكارثة. عمن يتحدث الرئيس حسان دياب؟ هل هناك أشباح كانوا يديرون الدولة؟ لا، هذا غير منطقي. يعني من يدير الدولة هم نظام سياسي حاكم. الآن هناك ضمن هذا النظام السياسي سلطة تحكم ومعارضة تعارض. من الذي يفتح هذا النظام السياسي؟ هناك سلطة تحكم ومعارضة تعارض، الكل يشكل هذا التيار الوطني، التيار الوطني الحر، حزب الله، سعد الحريري هو جزء من المنظومة السياسية. تتحدث كما لو أنك في دولة ديمقراطية يتقاسم فيها السلطة، أليس هناك من يسيطر على البلد ويديرها بشكل كامل لمآربه؟ هناك الآن إذا كنا نتحدث عن حالة حزب الله أو تلمح لحالة حزب أنا الله، أنا لا ألمح، أنا أريد أن أفهم الحقيقة. حزب الله الآن هو يهيمن على المشهد السياسي اللبناني، لكن دعنا نكون واقعيين في الحالة اللبنانية. الحالة اللبنانية، الحكم في لبنان لا يشكل بقرار من طرف واحد. قد يهيمن هذا الطرف على صنع القرار، لكن الحكم هو نتاج اتفاق قائم على المحاصصة الطائفية والسياسية بين مختلف الأحزاب السياسية. النظام الحكم في لبنان هو قائم، هو يستمد شرعيته من المعارضة قبل السلطة. لذلك الآن من يحكم في لبنان هو نظام محصص طائفي موجود. إذا كانت السلطة اليوم موجودة في الحكم، غدا ربما تكون في المعارضة. إذا كانت المعارضة اليوم تعارض، غدا ربما تعود إلى السلطة. وبالتالي لا يوجد طرف خارج هذه المنظومة السياسية. الآن هذه المنظومة السياسية وهذا النظام السياسي الطائفي الذي أثبتت التجارب أنه وصل إلى مرحلة بدل، يعني أصبح يصنع الأزمات بقدر ما يصنع الحلول، وبالتالي هذا يدل على عجز هذه المنظومة السياسية في إدارة البلاد في هذه المرحلة. والدليل على ذلك أننا وصلنا لانهيار اقتصادي كبير، وصلنا لحالة من الغموض السياسي، لم يعد اللبنانيون يعرفون ما هو المخرج، وبالتالي بدأنا نسمع عن حديث عن مبادرات لإعادة إنتاج النظام السياسي أو لإعادة تشكيل هوية لبنان الجديد. وللمفارقة يعني أنه في الذكرى المئوية للبنان، لنشوء لبنان الكبير، لا نعرف أي لبنان ينتظرنا اليوم في ضوء هذه الأزمة الاقتصادية وفي ضوء هذا الاستقطاب الإقليمي والدولي الكبير على لبنان. طيب سيد وائل، إلى أي مدى يمكن القول إن الآن استقالة الحكومة أنتجت أزمة من حيث أرادت أن توجد حلا؟ بمعنى أن الآن لبنان كله منشغل عن القضية الأساسية، وهي معرفة ماذا حصل في مرفأ بيروت وكيف حصل هذا الانفجار ومن يقف وراءه وحصر الأضرار الحقيقية التي ستعود على لبنان كله، لصالح قضية الآن تشكيل حكومة لبنانية وتوافق القوى السياسية. وهذا أمر في لبنان كما تعرف ليس أمرا سهلا ولا يحصل بين يوم ولا بين ليلة وضحاها. يا سيدي، هي المسألة طبعا لبنان يعاني أزمة اقتصادية خانقة وحادة، أضيفت إليها الأزمة التي خلفها الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، ثم أضيف إلى كلا الأزمتين أو الأمرين أزمة سياسية تقدمت على الأزمة الاقتصادية وتقدمت على الكارثة والأزمة التي فجعت اللبنانيين في بيروت. اليوم الحقيقة نعم نحن أمام مشهد سياسي متأزم. هناك طرح جاء به الرئيس الفرنسي إلى بيروت عندما تحدث عن عقد جديد، ولم يكشف أو يوضح ما هي هذا العقد، هل هو عقد سياسي أم أنه عقد اجتماعي وميثاقي. وبالتالي نحن الآن القوى السياسية وحتى حركة الشارع، وعندما أتحدث عن القوى السياسية أقصد بذلك الموجودة في السلطة وفي الحكومة اليوم أو في المعارضة، لو تأذن لي حتى لا معهم الشارع، الجميع يعيش أزمة سياسية ويعيش حالة تسمعني؟ أسمعك نعم.
طب معذرة حتى لا نقفز على المحاور، هذا موضوع ماكرون سنبحثه في بعد الفاصل في المحور الثاني وسنستفيده في الحديث عنه، لكن أنا يعني مهتم بأن أعرف من حضرتك يعني موضوع استقالة الحكومة كيف سيؤثر على ما حصل، كيف سيعرف اللبنانيون النتيجة، كيف الآن إلى أي مدى سينشغل لبنان كله بقضية تشكيل الحكومة على حساب القضية المركزية التي هي ماذا حصل في مرفأ بيروت والذي حصل نتيجة ربما فساد وربما إهمال وربما تعمد. يا سيد الكريم، لن أنا تقدير الشخصي لن نصل إلى نتيجة واضحة وكافية تقنع الرأي العام اللبناني بما حصل في مرفأ بيروت. لا من يقف خلف الانفجار سواء كان انفجارا أو تفجيرا ولا المتسببين ولا سوى ذلك، سيكون الموضوع زي كما يقولون عندنا في لبنان بدي يطلع براس كم موظف صغير. نحن أمام تجربة لكن أنا أقول اليوم نحن في وسط أزمة حقيقية سياسية تهدد وجود البلد. يعني لماذا قفز الموضوع السياسي إلى الواجهة؟ لأن البلد مصير البلد كله مهدد، ولا لما قفز الموضوع إلى هذه الدرجة وإلى هذه الخطورة إذا شئت. اليوم أمام نحن مشهد الأزمة السياسية معقدة بشكل كبير، ولذلك الأنظار تتوجه إلى شكل النظام الذي سيلي هذه المرحلة. ماكرون عندما طرح المسألة من زاوية أن يطرح حلا يعيد توازن السلطة، وسيأتي الحديث عنه إذا شئت فيما بعد، ولكننا الآن نحن نعيش في وسط أزمة حقيقية على المستوى السياسي، وهذه الأزمة طغت على غيرها، على الأزمة الاقتصادية وعلى التحقيق في الأسباب التي أدت إلى انفجار المرفأ أو إلى التفجير الذي حصل في المرفأ. لذلك العالم باتت تخشى على البلد، ومن أجل ذلك انصرفت عن موضوع الأزمة الاقتصادية التي ما زالت قائمة، وانصرفت عن موضوع الخطر الذي أدى أو الكارثة التي حلت ببيروت. من هنا التركيز الآن يأتي، هل تستطيع القوى السياسية الموجودة وحركة الشارع أن تنتج حكومة جديدة؟ هذا نقاش آخر، وهذا نقاش يحتاج إلى الكثير. نعم. في لبنان أمام نظام متعدد، لو سمحت بس، نحن أمام نظام متعدد الرؤوس. هذا يعني أنك لو أسقطت رأسا من هذا النظام لا يعني أن النظام قد سقط. النظام السياسي في لبنان الحالي من أعقد الأنظمة السياسية في العالم، ومن أكثرها عصيانا على التغيير وعلى الإصلاح أيضا. الفساد كما تفضل الصديقي محمود، الطائفية الموجودة والمحاصصة الموجودة وهذه المعاني الموجودة تمنع أي عملية إصلاح وتمنع أي عملية تغيير في البلد. لذلك نحن أمام معضلة حقيقية نحتاج فيها إلى إعادة تكوين السلطة من جديد، وهذا أمر يحتاج إلى جهود مضنية، ولا أدري إن كنا في لبنان سننجح به سواء كشعب أو كقوى سياسية أو بموافقة أو المجتمع الدولي أو من دون موافقته. فالأمر معقد الحقيقة في البلد الآن. طيب، هناك تحذيرات دولية من ضرورة عدم وجود فراغ سياسي طويل في لبنان بغياب الحكومة. الآن هو السؤال، كيف ستشكل الحكومة الجديدة في ظل هيمنة سياسية لعائلات أرستقراطية سياسية، أمراء حرب، أحزاب إلى آخره؟ كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة؟ وإذا ما شكلت وفق توافق محلي، ما الذي ستقدمه للبنانيين؟ يعني أول الإجابة على سؤالك، لابد من أن نعرف ما هي وظيفة الحكومة الجديدة. هل هي حكومة تقود مرحلة انتقالية؟ هل هي حكومة تمهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أزمة التي أعقبت الانتفاضة 17 من تشرين؟ ما هو دور هذه الحكومة بالتحديد؟ هذا هو السؤال الذي يمكن أن يجيب على سؤالك. لكن أيضا أنا أعتقد بأن الآن الأمور مرهونة بالموقف الخارجي بقدر الموقف الداخلي. هناك حالة من العجز الداخلي، السياسة الداخلية اللبنانية وصلت إلى حائط مسدود فيما يتعلق بمعالجة أزمة سياسية. خلال السنوات الأخيرة أصيب النظام السياسي اللبناني بمشكلة جوهرية تشير إلى أنه أو أشارت إلى بدايات ترنحه، وهي أن النظام السياسي أصبح ينتج أزمات بقدر أكبر من صنعه للحلول، وهذه هي مشكلة ومعضلة أساسية. على سبيل المثال، كنا نتحدث عن يعني انتقلنا من في مرحلة من المراحل إلى أزمة الاتفاق على رئيس للحكومة، انتقلنا إلى أزمة استشارات نيابية، الرئيس لا يدعو إلى استشارات
استشارات نيابية إلا عندما يتم التوافق على هوية رئيس الوزراء وعلى شكل الحكومة، والآن لا نعرف ما هي الأزمة الجديدة التي يمكن أن يولدها هذا النظام السياسي في لبنان. هذه مشكلة أولى. المشكلة الأخرى أن القرار الذي يحدد الآن مسار الحكومة في لبنان أنا أعتقد أنه مرتبط بالخارج أكثر من الداخل، وأنا أعتقد أن المبادرة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي ستلعب دور واضح. إما سيذهب لبنان باتجاه انفراجة حكومية قريبة، أو أننا سندخل في مسار معاكس تماما للانفراجة وإلى مزيد من التصعيد. أمام خيار الرئيس إيمانويل ماكرون عندما كان موجود في لبنان تحدث عن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعدين يعني خرج المسؤولون الفرنسيون وقالوا بأنه تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون فسرت على غير ما أراد أن يوصله إلى اللبناني. لكن في نهاية في كل الأحوال هناك اتجاه فرنسي لدعم تشكيل حكومة لنسميها وحدة وطنية، حكومة تحظى بإجماع وطني لنسميها ما شئت، ليس هناك خلاف في المشكلة. لكن أنا أعتقد بأنه هناك اتجاه فرنسي للدفع برئيس الوزراء سعد الحريري لإعادة تشكيل حكومة جديدة، وأن تحظى هذه الحكومة بإجماع غالبية الأحزاب السياسية. هناك عدة أمور وعدة مشكلات تعترض الحراك الفرنسي في لبنان. المعضلة الأولى وهي الأهم، حالة الاعتراض الشعبي في الداخل على إعادة إنتاج النظام السياسي اللبناني من جديد. مبادرة الرئيس ماكرون وإن كان هدفها منع انهيار لبنان ووصوله إلى الفوضى، إلا أن هناك رفض في الشارع لإعادة إنتاج النظام السياسي تحت غطاء منع انهيار لبنان ومنع دخوله في فوضى لا نعلم ما هي مسارها. المشكلة الثانية التي تعترض الحراك الرئيس الفرنسي هو الموقف الأمريكي. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعطت فرصة للرئيس إيمانويل ماكرون ليقوم بدور أو بمسعى لمنع وصول لبنان إلى الانفجار، لكن أيضا أنا أعتقد بأن الأمريكيين حريصون على أن لا يفهم هذا التراجع الأمريكي أو إعادة التموضع الأمريكي الجزئي في الحالة اللبنانية على أنه انفتاح جديد على لبنان، وبالتالي كسر العزلة التي هدفها بالدرجة الأولى هي إنهاك حزب الله. المعضلة الأخرى التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون هو كيف يستطيع ماكرون أن يقنع الإيرانيين وأن يقنع حزب الله بالتحديد بالتراجع خطوة إلى الخلف في سبيل حلحلة الوضع الداخلي، وإقناع الأمريكيين بأنه بالفعل يمكن أن يكون هناك مسار تغيير في لبنان. الآن الفرنسيون لديهم أهداف محددة في لبنان وهي منع دخول لبنان إلى الفوضى، الأمريكي عنده هدف آخر، الإيراني عنده هدف آخر، وبالتالي لا أجد أن هناك إجماع دولي حتى على كيفية معالجة الحالة اللبنانية انطلاقا من عجز الداخل في إنهاء هذه الأزمة السياسية في خلال وقت قريب، وعدم وجود إجماع خارجي على مسار واحد للحل في لبنان، وأيضا مع تصاعد الأزمة الداخلية أنا أعتقد أن الأمور قد تتجه إلى مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة. هذا ما نريد أن نعرفه، لكن بعد الفاصل. فاصل ومن ثم نواصل هذه الحلقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تداعيات انفجار بيروت. سيد وائل، هناك خطاب الآن في الشارع اللبناني يغازل فرنسا ويطالبها بدور أقوى وأكثر فاعلية في لبنان، بل ذهب الآلاف إلى توقيع عريضة تطالب الفرنسيين بعودة الانتداب. السؤال هو، هذا قضية تحريرها مهم جدا، هل هؤلاء المطالبين بإعادة الانتداب الفرنسي يمثلون حالة شعبية في لبنان يائسة من فساد الطبقة السياسية، أم هو مجموعة من الأصوات تعبر عن حالة انفعالية هدفها نكاية سياسية أكثر مما هي حالة شعبية؟
لا أظن أنها نكاية سياسية، لكن هناك نوع من اليأس إذا شئت من الطبقة السياسية الموجودة ومن فسادها ومن إهمالها، وهي المسؤولة عن كل ما آلت إليه الأمور في البلد، ومنها الانفجار الذي حصل في المرفأ. لذلك كما يقول المثل، كالمستجير من الرمضاء بالنار، يظن البعض ممن وقع على عريضة من هذا القبيل أن الانتداب أو الاحتلال أو سميه ما شئت أو الاستعمار قد يشكل ربما مخرج لهؤلاء من الأزمة والدوامة التي يعيشون بها. الغريق قد يلجأ إلى أن يحاول أن ينجو ولو بالقشة كما يقال أيضا. هي حالة تعبر عن إحباط وعن يأس من الطبقة السياسية الموجودة حاليا في البلد، والتي تستعصي للأسف كما قلنا قبل قليل على الإصلاح وعلى التغيير وعلى كل هذه المعاني. وللأسف الشديد أنا أقول لك أن هؤلاء الذين يعلقون أملا على فرنسا، الرئيس الفرنسي ماكرون عندما أتى إلى بيروت طرح حكومة وحدة وطنية واجتمع في قصر الصنوبر بالزعماء القوى السياسية سواء كانوا في السلطة والحكومة أو حتى في المعارضة السياسية، وهو أراد تعويم وإنتاج الطبقة السياسية من جديد. فكيف يمكن أن يعول المرء على من يريد إنتاج هذه السلطة الفاسدة وهذه السلطة المسؤولة عن كل الأوضاع التي آلت إليها الأمور؟ هناك إشكالية، لكن هذه تعبر عن حالة إحباط للأسف موجودة عند الشارع، وكل فريق يحاول أن يجد له الخلاص من هذه الحالة الكارثية التي نعيشها للأسف الشديد اليوم في لبنان. هل يمكن إنتاج حل معين؟ الفرنسيين يوم يحاولون، وأنا أظن بضوء أخضر معين من الأمريكيين إنتاج حل معين في البلد يعيد إنتاج أو نوع من التوازن السياسي في البلد بشكل عام، لأن غير ذلك يذهب بالبلد نحو الفوضى ويذهب بالبلد إلى مزيد من الكوارث، وهذا ما لا يريده أحد لا في الداخل كما يبدو ولا حتى في الخارج. ولذلك طرحت هذه ومشكلة الشارع المنتفض أنه لا يملك برنامجا واضحا، لا لفترة انتقالية ولا لفترة ولا لبناء دولة حديثة تقوم على أسس ديمقراطية وما سوى ذلك. هو يطرح شعارات كبيرة وشعارات مهمة، لكن هذا لا يكفي. الأصل أن يكون هناك برنامجا واضحا لفترة انتقالية محددة. هذا الشارع للأسف هو عبارة عن مجموعات كثيرة أحيانا تتفق على شعارات واحدة، ولكنها تختلف أيضا على الكثير من التفاصيل. هذا يضعف الحالة بشكل عام، ويعطي فرصة لهذه الطبقة السياسية أن تبقى وتستمر، وحتى يعطي فرصة للخارج حتى يتدخل وحتى يدلي بدلوه في البلد. أنا أظن أن الأمريكيين والفرنسيين يريدون مسألة أساسية في البلد، هي مسألة سلاح حزب الله وتحديدا مسألة الصواريخ. وعندما تنتهي هذه القضية، إذا قدم حزب الله تنازلا في هذا الموضوع، فأظن أن الأمريكيين والفرنسيين حتى مستعدون للذهاب نحو تسوية سياسية أو غير سياسية مع حزب الله، وتحفظ له دورا كبيرا في البلد. قبل يعني عن إمكانية وجود فرضية أن فرنسا وأمريكا متفقتين على إزالة حزب الله أو إضعافه في لبنان، ومن ثم استعداد الحزب للتنازل، قبل ذلك أن دعوات اللبنانيين، وهنا أسأل ضيفي في الاستوديو، دعوات اللبنانيين لإعادة الانتداب تزامنت مع زيارة ماكرون الذي قدم مطالب بالإصلاح كفرصة أخيرة. السؤال هو، هل هناك تصور لطبيعة الإصلاحات التي طلب بها ماكرون؟ وهل ماكرون طلب ضمن السقف الممكن لبنانيا أم رفع السقف؟ يعني واقعية ماكرون هي واقعية في جانب معين في التعاطي مع حالة حزب الله، لكنها لا تبدو واقعية في معالجة جوهرية للحالة اللبنانية. الكل يدرك بأن المنظومة السياسية التي تحكم لبنان منذ أكثر من 30 عاما هي مسؤولة عن انهيار الدولة، لكن ما لم يدركه حتى الآن الرئيس الفرنسي أن هذه المنظومة السياسية نفسها غير قادرة على الإصلاح. وهذه مشكلة حقيقية لا تواجه فقط رؤية الرئيس الفرنسي لحل الأزمة في لبنان، بل أيضا لرؤية المجتمع الدولي. إذا ما كان المجتمع الدولي فعلا راغبا في إحداث
تغيير اقتصادي كبير في لبنان ومعالجة مشكلة الفساد في لبنان، فعليه أن يدعم التغيير السياسي. من دون تغيير سياسي لا يمكن لهذه الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى الهاوية أن تنتشل لبنان من الهاوية. لكن أنا أعتقد بأن الآن يعني التركيز كما تفضل الأستاذ وائل وكما تحدث العديد من المسؤولين يعني سواء العرب أو حتى المسؤولين الدوليين، هو كيفية إعادة الاستقرار إلى لبنان، لأنه لبنان وصل إلى مرحلة من الانهيار. وانهيار لبنان، انهيار الحالة اللبنانية لن يشكل فقط خطر على الداخل اللبناني، خطر الانهيار الحالة اللبنانية قد يشعل صراعات جديدة في المنطقة، وقد يكون له تأثير مباشر على المصالح الغربية والمصالح الأمريكية حتى في لبنان. كيف نعيد الاستقرار الداخلي إلى لبنان؟ أنا أعتقد أن أحد أسباب انعدام الاستقرار الداخلي في لبنان هو انعدام الاستقرار في التوازن الإقليمي في لبنان. عندما نتحدث عن انعدام الاستقرار في التوازن الإقليمي نتحدث عن تقدم في التوازن الإيراني على حساب دور سعودي تراجع خلال السنوات الأخيرة. الآن كيف نعيد الاستقرار الداخلي إلى لبنان؟ الاستقرار الداخلي إلى لبنان يعود من بوابة عودة الاستقرار النفوذ الإقليمي في لبنان. الآن الدور السعودي في لبنان ليس من الواضح أنه بإمكانه أن يلعب دور ندي للدور الإيراني. علينا أن نبحث عن أطراف إقليمية أخرى يمكن أن تملأ الفراغ السعودي في لبنان، فراغ الدور السعودي في لبنان. وأنا أتحدث هنا بشكل مباشر عن تركيا، لأنه خلال الفترة الأخيرة تصاعد الكلام بشكل كبير عن دور تركيا في لبنان وعن محاولة تركيا لأن يكون لها تأثير في لبنان. هذا في جانب معين. أما كل ما يتحدث عن موضوع الإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية، في الحقيقة أنا أعتقد وأظن بأن غالبية اللبنانيين يعتقدون بأن هذه الطبقة السياسية لا يمكنها أن تنتج حلا حقيقيا. كل ما يمكن أن تنتجه هذه الطبقة السياسية هي مسكنات معالجات لعلاج الحالة اللبنانية لا أكثر. طيب سيد وائل، يعني في حال عجز الطبقة السياسية اللبنانية عن إنتاج أو إنجاز الدعوات الإصلاح التي دعا إليها ماكرون، وهي قد تكون دعوات دولية وبالتحديد أمريكية وأوروبية، في حال العجز هل ثمة خطوة فرنسية ومن ورائها دولية منتظرة مثلا في لبنان؟ هو الحقيقة أنا أظن هناك نوع من التباين البسيط في الموقفين الأمريكي والفرنسي حيال لبنان، لجهة العقوبات والحصار الذي كان يفرض من قبل الإدارة الأمريكية تحت عنوان إضعاف حزب الله في لبنان. الفرنسيون لهم وجهة نظر مختلفة، ولمسوا أن هذه العقوبات تؤثر على حلفائهم وعلى حلفاء الأمريكيين أكثر مما تؤثر على حزب الله وتعطي نتائج عكسية. لذلك أقنعوا أنا أظن الأمريكيين بضرورة تغيير الأسلوب، ولكن الهدف واحد. اليوم الفرنسيين بموافقة أمريكية جاءوا بهذه المبادرة، والهدف منها كما أظن إعادة تكوين السلطة من جديد من خلال المجلس النيابي وليس الحكومة، ومن خلال قانون انتخابي جديد، ويرسي نوع من التوازن السياسي. صحيح الميزان كان مختل في لبنان في الفترة الماضية لأن السعوديين الذين كانوا يشكلون نوعا من التوازن في البلد بوجه النظام السوري من ناحية وبوجه إيران من ناحية ثانية انسحبوا من المشهد بشكل كامل بعد انخراطهم في الأزمة اليمنية، وتقدم بشكل كبير الدور الإيراني تحديدا. اليوم الفرنسيون يريدون بموافقة وبدعم أمريكي وأوروبي أظن إعادة نوع من التوازن إلى في المشهد اللبناني السياسي بشكل عام من خلال إعادة تكوين السلطة. وأظن أن الأمر إذا لم يسير في المرحلة المقبلة بهذا الاتجاه، علينا أن لا ننسى أن لبنان كان يعيش أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي، وكان هناك شروط واضحة جدا حتى يتم تأمين أموال إلى الدورة الاقتصادية اللبنانية من خلال صندوق النقد الدولي لينبغي أو من خلال الدول الداعمة. لابد من إصلاحات، يشترط الصندوق والدول الداعمة إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية. اليوم أظن في المرحلة التالية الشروط ربما زادت، لابد من تنازل معين يعيد تكوين السلطة على أساس من التوازن السياسي في البلد حتى يتم الانفراج فيه. إذا تجاوب الفريق الآخر، وأقصد هنا بشكل أساسي التيار الوطن الحر وحزب الله كحليفين، إذا تجاوبوا لهذه المطالب الفرنسية المدعومة أمريكيا وأوروبيا من أجل إعادة إرساء هذا التوازن، فأظن أن الأمور تسير بشكل مقبول وسلس. أما إذا ظلت المسألة مختلفة عن هذا الشيء
وأصر هذا الفريق على تمسكه بالسلطة وعلى المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، فأظن أن الضغط سيزيد، وقد نشهد نوع من الضغط الأكبر مما من الحال الذي نعيشه سواء على المستوى الاقتصادي، وأظن ربما أيضا يذهب باتجاه أمني أيضا من أجل إرباك هذا الفريق في البلد، ومن أجل خلق أزمات جديدة له تضعفه بشكل أكثر. لكن الواقعية التي يتحلى بها هؤلاء الأطراف تذهب باتجاه شراء الوقت من ناحية، وتقديم بعض التنازلات الجزئية والمرحلية بانتظار أن يمر الوقت وتنتهي الانتخابات الأمريكية تحديدا، ومن ثم البناء على شيء مقتضاه في المرحلة اللاحقة. طيب سيد محمود، يعني سواء كانت زيارة ماكرون هي تلبية لطموح فرنسي بتثقيل الدور الفرنسي في لبنان، أم أنها في سياق توافق دولي يمثله رأسه هي فرنسا في لبنان؟ في كلتا الحالتين ليس واضحا حتى الآن في كل دعوات الإصلاح السياسي في لبنان القادمة من الخارج، ليس واضحا موقع حزب الله كعقبة، كأداء، يقول اللبنانيون إنها عقبة كأداء في إنضاج أي حل ينهي الأزمة اللبنانية السياسية. اولا الدور الفرنسي في لبنان ليس جديد، يعني الدور الفرنسي في لبنان دور تاريخي، حتى ما قبل السعوديين كان الفرنسيون موجودون في لبنان، وبالتالي لا يمكن ان اتحدث عن انه الدور الفرنسي دور جديد. انا اعتقد ان عوده الاندفاع الفرنسيه الى لبنان لديها هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو موضوع استعادة الثقل للسياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، لأنه خلال السنوات الأخيرة تراجع الدور الفرنسي بشكل كبير في سوريا، تراجع الآن في ليبيا، أيضا في دول الساحل الأفريقي هناك تراجع بارز للدور الفرنسي. وللمفارقة أن تراجع الدور الفرنسي في المنطقة العربية هو لصالح الدور التركي. الآن فرنسا تجد في العودة إلى الساحل اللبنانية فرصة لإعادة إثبات حضورها في الشرق الأوسط كقوة دولية يعني بارزة. الهدف الثاني والأهم، أنا أعتقد بأن الفرنسيين كحال بعض الدول الأوروبية هي تمثل حاجة لإيران وحاجة للولايات المتحدة الأمريكية في آن معا. يمكن هذه الدول أن تلعب دور الوساطة، يمكن أن تنزع فتيل مواجهة بين الإيرانيين والأمريكيين، وأنا أعتقد بأن الهدف الفرنسي هو ربط النزاع الأمريكي الإيراني في لبنان. فيما يتعلق بحالة حزب الله، وهذه هي مشكلة حقيقية، الأزمة السياسية الموجودة في لبنان هي عبارة عن عدة أزمات. الأزمة الأولى هي أزمة نظام سياسي طائفي، تحدثنا في بداية الحلقة عن أنه بات عاجزا عن إدارة الدولة، وهذا هذه الأزمة أفرزت صراع بين النظام السياسي وبين فئة من الشارع اللبناني متمردة على الطائفية السياسية كردة فعل وليس كقناعة بالتغيير. الأزمة الأخرى التي نعيشها في لبنان هي أزمة داخل النظام السياسي نفسه، هي أزمة بين سلطة تحكم اليوم ومعارضة تعارض اليوم، وهو عبارة عن صراع بين الطرفين، وكل طرف يريد أن يستغل الشارع وأن يستغل الأزمة الأولى لتحقيق مكاسب في هذا الصراع. الأزمة الأخرى وأيضا هناك أزمة ثالثة في لبنان هي أزمة في الرؤية الدولية وفي التعاطي الدولي مع الحالة اللبنانية. هناك صراع دولي وأقليمي على لبنان، على هوية لبنان، أين سيكون لبنان؟ هل سيكون لبنان جزء من المحور الإيراني؟ هل سيكون لبنان جزء من المحور الغربي؟ وبالتالي نتيجة تداخل هذه الصراعات الثلاثة فيما بينها نشأت الأزمة في لبنان. لكن فيما يتعلق بحالة حزب الله، لنكن واضحين، يعني حزب الله ليس هو فقط من يتحمل كل المسؤولية في لبنان، ليس هو المسؤول الوحيد عن انهيار الوضع الاقتصادي. وأنا كمراقب للوضع اللبناني، أنا أعتقد بأن حلفاء حزب الله هم أكثر فسادا في الدولة من حزب الله نفسه، لكن هذا لا يعني بأن الدور الذي يقوم به حزب الله كتغطية للنظام السياسي في لبنان الطائفي هو ربما يكون أخطر من المشاركة في الفساد بشكل مباشر. خلال انتفاضة 17 من تشرين شهدنا أن حزب الله خرج على اللبنانيين وبرز كطرف مدافع عن هذا النظام السياسي الذي يطمح إليه إلى تغيير الكثير من اللبنانيين، وهذه مشكلة أساسية. المشكلة الأخرى والتي أنا أعتقد بأنها أشد، بأن خلال السنوات الماضية كان هناك دور داخلي لحزب الله، يعني يزيد في فترة معينة، يتراجع في فترة معينة، لكنه كان بالنسبة للداخل اللبناني على الأقل مقبول، وبالنسبة للخارج لا توجد مشكلة في هذا الإطار. طيب. بعد 2011 شهدنا تصاعد بشكل كبير في دور حزب الله الداخلي وأيضا دوره الأقليمي، لدرجة أن حزب الله شارك في حرب في سوريا، امتد وصل دوره إلى العراق وإلى ملفات أخرى.
فائض القوة لدى حزب الله أوصل إلى أزمة داخلية في لبنان، وبالتالي لم يعد اللبنانيون يستطيعون التعايش مع حالة حزب الله بشكلها الراهن. إما أن يعود حزب الله إلى لبنانيته كحزب لبناني، مشكلة السلاح لا نستطيع أن نعالجها الآن، يمكن أن نتركها إلى مرحلة لاحقة بالنظر إلى تعقيداتها، لكن لا يمكن أن نتجاهل دور حزب الله في المنطقة وفي الإقليم. علينا أن ندرك بأن جزء من العقوبات أو أحد أسباب العقوبات الآن، أسباب المقاطعة العربية للبنان وأسباب العقوبات الأمريكية، هو دور حزب الله وانخراطه في محور إقليمي ممتد. في سياق ما ذكرته كله يعني سيد محمود، أن الآن كثير من المراقبين لا يتحدثون عن سقوط لبنان من عدمه، إنما يترقبون الوقت الذي سيسقط فيه هذا لبنان. والسؤال هو الآن الذي سنناقشه بعد الفاصل، إلى أي مدى يمكن للتدافع الدولي الآن والسباق الدولي نحو دعم لبنان، إلى أي مدى يمكن أن ينقذ لبنان من السقوط في الهاوية؟ هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم سيد وائل، وطبعا ألتمس منك الاختصار في الإجابة لضيق الوقت. الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان قديمة، يعني ليست وليدة الانفجار، لكن الآن الملاحظ أن هناك تدافعا دوليا وسباقا دوليا لدعم لبنان. ماذا تقرأ في هذا السباق من أجل دعم بيروت؟ أولا الدعم هو إلى الشعب اللبناني وليس إلى السلطة أو الحكومة أو النظام اللبناني، وهو ما عبر عنه المشاركون في مؤتمر باريس قبل عدة أيام. ثانيا لبنان جزء من المنطقة يتأثر بها ويؤثر بها. ثالثا القوى الإقليمية أو الدولية المتدافعة في المنطقة تبحث عن ساحات، ولبنان قد يكون ساحة من هذه الساحات التي يتم الصراع فيها. رابعا لبنان جزء من شرق المتوسط، وأنت تدرك اليوم الصراع الكبير والهائل الموجود بين الدول، دول حوض البحر الأبيض المتوسط. لا يمكن أن يكون لبنان كل هذه الأسباب التي ذكرتها أستاذ وائل هي كانت موجودة قبل الانفجار، ومع ذلك لم يتحرك أحد لدعم الشعب اللبناني كما ذكرت. هو أنا التقدير، البيت القصيد فيما يجري الآن تحديدا هو تحجيم نفوذ إيران وحزب الله في المنطقة ومنها لبنان، والتركيز الذي يجري قبل الانفجار كان في المسألة الاقتصادية تحديدا، هو الحد من نفوذ حزب الله في البلد ونفوذ إيران في البلد من خلال الحصار كما يجري في العراق تماما. وبالتالي يعني الآن تقدمت الأمور أكثر إلى الأمام، وأنا تقديري كما قلت لك قبل قليل، إذا لم يكن هناك نوع من التنازلات من أجل إرساء نوع من التوازن السياسي الداخلي في البلد، والذي قد يعبر عنه بتوازن إقليمي أيضا وجزء من سلة إقليمية متكاملة، أظن أن الأمور ستشهد نوع من التأزم الأكثر عنفا سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني. ما إذا رأى ذهبت الأمور باتجاه التسويات، وهذه الواقعية التي يتمتع بها الأطراف المتصارعون على فكرة، طيب. فالأمور قد تشهد نوع من الحلول الجزئية المرحلية. طيب. سأحاول أن أعود إليك إذا أسعفنا الوقت، وأرجو الاختصار أيضا أستاذ محمود. يعني الآن فقط الآن هل تجد أن السباق الدولي لدعم لبنان يمكن أن يشكل فرصة لانتشاله من السقوط في الهوية؟ رغم أنه يشكل فرصة، إلا أنه في نفس الوقت ينطوي على مخاطر. لماذا؟ لأنه نحن لدينا مصالح متعددة الاتجاهات نتيجة تعدد الأطراف المنخرطة في الصراع اللبناني أو في الأزمة اللبنانية. في الفترة الأخيرة تزايدت أعداد المنخرطين الدوليين في الساحة اللبنانية، وهذا مؤشر على أن الأمور تنطوي على مزيد من التعقيد.
فرنسا لديها أهداف في لبنان، لديها مصالح في لبنان، مصالحها تلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية في جانب وتختلف في جانب آخر. أمريكا تلتقي مع دول أخرى في جانب وتختلف في جانب آخر، فرنسا تلتقي مع إيران في جانب وتختلف في جانب آخر، مصر التي دخلت أيضا على الخط وتحاول أن تلعب دور لديها أهداف خاصة في لبنان، وأحد أولوياتها هو مواجهة أي دور تركي مستقبلي في لبنان. إذن هناك تدخلات عديدة، لكن هذه التدخلات كل ما نخشاه نحن كلبنانيون أن تعقد المشهد الداخلي أكثر. في الداخل اللبناني هناك قدرة كما تفضل الأستاذ وائل، وهذا أمر صحيح، هناك قدرة داخلية سياسية تتمتع بها مختلف الأطراف السياسية البراغماتية السياسية الموجودة في الداخل اللبناني، قادرة لوحدها على انتشال لبنان من هذه الأزمة السياسية وليس الاقتصادية، من هذه الأزمة السياسية. لكن للأسف القرار في لبنان ليس قرار لبناني، القرار في لبنان هو قرار دولي. نحن في لبنان ننفذ ما يمليه علينا المجتمع الدولي، سواء كانوا الإيرانيين أو الأمريكيين أو الفرنسيين أو ما إلى هناك. طيب بأقل من دقيقتين سيد وائل، هل ترى أن انفجار بيروت الذي صار ككرة الثلج يكبر يوما بعد آخر هو فرصة لتغيير وجه لبنان السياسي مرة أخرى وأخيرة؟ لا أظن أنه سيغير وجه لبنان السياسي، ولكنه قد يكون فرصة لإرساء نوع من التوازن السياسي في البلد، وهذا الشيء الذي يتم العمل عليه، وربما في المرحلة المقبلة اللبنانيون يكتفون بذلك، أو يكون إذا تحصل هذا الأمر فيكون شيئا جيدا وطبيعيا ويؤمن نوع من الاستقرار المرحلي الطويل حتى. أما أن يغير الوجه السياسي للبنان بشكل كامل هذا ليس مطروحا وهذا ليس متاحا أيضا. طيب الان 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 لبنان الدول كما ذكرنا من قبل انه هي تتسابق لدعم، الان ايران تركيا وفرنسا وامريكا وحتى الامم المتحده لم تبقى دوله، يعني حتى الدول الصغيره كلها تتبرع لارسال المساعدات الى لبنان. كيف يمكن ان ينعكس هذا السباق الدولي على الاجواء السياسيه الداخليه في لبنان؟ انا قلت بانه هذا الامر يمكن ان يعقد المشهد السياسي في لبنان بشكل كبير، لانه عندما تتزايد اعداد المتدخلين في الصراع يصبح الامر يعني اكثر تعقيد. الدليل على ذلك الصراع في ليبيا، ونحن يعني نعيش تجربه الان في ليبيا بسبب تزايد اعداد المنخرطين في الصراع بدا المشهد اكثر تعقيدا. ما يمكن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يستفيد منه اللبنانيون الآن من هذه الالتفاتة الدولية نحو لبنان هو إبراز الحد الأدنى من الرغبة في الإصلاح من دون الشروع في إصلاح. وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ورفعت الضغوط على حزب الله، ولو عادت الاستثمارات الخليجية إلى لبنان، ولو انفتح كل العالم على لبنان، الأزمة الاقتصادية في لبنان أزمة عميقة نتيجة ممارسة اقتصادية لأكثر من 3 عقود، وهذه الممارسة الاقتصادية بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط على ممارسة الدولة، حتى المواطن اللبناني في ثقافة المواطن اللبناني الاقتصادية باتت قائمة على الدين، باتت قائمة على الفوائد، باتت قائمة على القروض، وبالتالي لا حكومة تكنوقراط ولا حكومة مستقلين ولا أي حكومة يمكن أن تنتشل لبنان من هذه الأزمة. الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى تغيير سياسي بالدرجة الأولى، والتغيير السياسي لا يأتي بين ليلة وضحاها. التغيير السياسي يكون ممكنا من حيث الأصل، إذا كان ممكن، إذا كنا فعلا نريد أن نغير سياسيا في لبنان علينا أن نبدأ من الآن، ويمكن أن نحصد النتيجة بعد 3 عقود وليس اليوم. التغيير السياسي في لبنان يبدأ بتغيير مجتمعي، يبدأ بالعمل على إنضاج هوية وطنية يمكن أن تدير المجتمع اللبناني كبديل عن الهويات الطائفية التي تتحكم بلبنان وبخيارات اللبنانيين. من دون هذا الأمر فإن الحديث عن تغيير هو مجرد وهم. أقصى ما يمكن أن يفعله في الحقيقة المجتمع الدولي الآن من هذه الالتفاتة إلى لبنان، وأقصى ما يمكن أن تخرج به أي صفقة بين الأطراف الدولية في لبنان هو إعادة الاستقرار وإعادة لبنان إلى ما قبل 2005، إلى ما قبل مرحلة اختيار رئيس رفيق الحريري، باستقرار داخلي قائم على توازن قوى متعادل بين جميع الأطراف اللبنانية. إذن كثير من الأسئلة المتعلقة بلبنان ما زالت مسكونة في رحم المستقبل. ختاما أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، محمود علوش المحلل السياسي، وعبر سكايب من بيروت الأستاذ وائل نجم الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله.